بسم الله نرد ونلتقي معاكم ببرنامج يا حلو يا معتنا، هذا شعار المرحلي الجميل اللي حمل تلفزيون دولة الكويت على مدى شهر فضيل وهو شهر رمضان، وهذه الحملة الإعلامية الجميلة اللي كانت تحت شعار أيضا يا حلو يا معتنا. وبرنامج يا حلو يا معتنا، يا معتنا راح تكون مختلفة وراح تكون غير، والسبب شنو؟ الناس اللي حلوا وطروا اليمعة الجميلة من وراء هذه الشاشة الفضية الرائعة راح يكونون ضيوفنا في برنامج يا حلو جمعتنا. اليوم أنا برحب لكن بطريقة مغايرة، ضيوفي راح تعرفونهم، ضيوفي راح أقول لكم أساميهم والتايتلز ملوتهم، لكن عندنا 19 21 25 24 ضيف مختزلين في شخصية واحدة هي اللي راح ترحب فيكم اليوم. صراحة يا حلو يا معتكم، والعيد صج هالهلالة، والعيد هالهلالة، الله كل الطراب يا حلاله، الله يا ربنا زيد النعم، يا ربنا زيد النعم، يعني قط حليات عرفت؟ كل الطراب يا حلاله عاشوا عاشوا. هذا من رمضان اللي فات الى الان موجود هذا الشايب وقاعد يهلي ورحب بالعيد، نقول عيدكم مبارك وتقبل الله طاعتكم وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال باذن الله، وبلغكم كل عيد لا فاقدين والمفقودين. قلنا يا حلو يا معتنا مباركين يا عفيسة، خلك طموح يبا، خلك قيادي، شيء ما كنا نقدر إلا أن نشوفه بعد كل فطور وعلى سفرة كل فطور. دكان أبو نواف، هذا العمل الفني الرائع والجميل اللي بإذن الله راح يطلون ضيفين من خلال هذه الفقرات اللي راح تواتر، ومن ثم ضيفين أيضا من نجوم هذا العمل والناس القائمين على هذا العمل. في البداية خلوني أرحب بالكاتب والبرودوسر اللي لو نبي نترجمها للغة العربية برودوسر هو خلونا نقول المشرف أو المنتج الفني والمسؤول عن العمل، الأستاذ نواف المؤمن، حياك الله معنا. حييك وكل عام وانتم بخير وشكرا على الاستضافة. سلمك وخليك، وهذا أقل من قدركم أهل دكان بو نواف. وعلى فكرة البداية ما كانت بدكان بو نواف، هذه جهود متواترة من أعمال كرتونية كويتية بحتة 100%، وصولا إلى طفرة هذا الزمان من الشباب المبدع الجميل اللي أنا افتخر بصداقتهم بأخوتهم ودائما بمساندتهم لي في المجال الإعلامي أو الفني. أخوي محمد دشتي حبيبي، الطفرة حبيبي، حياك الله معنا أبو جاسم. الله يحييكم، بارك عليكم الشهر وعلى المشاهدين وعلى المتابعين، وأحب أبارك بالعيد حق صاحب السمو أمير البلاد ولي عهد الأمين والشعب الكويتي، تاج راسي كلكم، ويشرفني أن أراكم وياك صراحة. يسلمك وخليك، وبدورنا وبدور فريق عمل البرنامج كله نحب أيضا من خلال ثاني يوم نرسل أسمى باقات التهاني والتبريكات لسيدي صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح. وأنا شوي متطرف أبي أقول أبوي بالصباح الشيخ سلمان الحمود الصباح، وزير الإعلام لما يقدمه من دعم وتثبيت على أيادي الإبداع الكويتية سواء بالمجالين الإعلامي أو الفني، وعلى رأسهم المجال الشبابي. دكان بو نواف والأحداث اللي صارت في دكان بو نواف تواترا من حلقة إلى حلقة وشخصيات جميلة. البرودوسر الكاتب نواف المؤمن، شلون بالبداية بلشتوا؟ ما ابي اتحكي عن شيء فني، قلت لكم انا بهالاربع حلقات ما راح اكون مذيع لا دبلوماسي ولا رمادي، شلون العيد وياك؟ العيد ورده والله مثل اعياد اغلب الناس، زوارات، مر الاهل، تك شخ شوي، تك سبع شوي، جتك اشاده على البزمات لازم شوي يعني تسوي حركة، موضوع رسمي زيادة على زوم. تحب العيد نواف؟ اي بس لويا لويا هو لويا. انا برجع لك على سالفة تحب العيد، بس بسأل اخوي محمد دشتي شلونك ويا موسم الاعياد والعيد، وشلونك مع العيد؟ الاعياد انا عن نفسي احب العيد، احساس يمعة الاهل، الطلعة مع الاهل، زوارات، الربع اللي منقطعين تلاقيهم بالعيد، اللي ما لحقت عليهم برمضان تلاحق عليهم بالعيد لازم. حلو، وتشوف ريود الافعال الجميلة من خلال الاعمال اللي انت قدمتها، وعودنا محمد دشتي دائما يقدم خلطات فنية لكن مغايرة بطريقته وأسلوبه والخط الفني اللي هو ماسكه. سولفنا عن العيد، أبي أرجع حق أخوي نواف المؤمن وبربط كلمة العيد بالعيد اللي هم عطونا إياه والعيدية مسبقة الدفع اللي عطونا إياه من خلال دكان بو نواف. يسلمك ويخليك، ربي يجزيك كل خير على هذا العمل الجميل. العيد يكون فرصة
عشان تسمع الإشادات وتسمع الأمور الطيبة اللي أنت قمت فيها خلنا نقول من خلال أعمالك الفنية. هالسنة كان عندك دكان بنواف، رؤية إخراجية جميلة، إشراف على هذا العمل، فوق هذا ذاك كتابة لحلقاته. شلون صارت فكرة برنامج، أو شلون صارت فكرة أنا بسميه برنامج يطرح قضايا لكن من تحت لتحت، أبي أسميه مسلسل كرتوني لكنه عائلي، أبي أسميه عائلة كويتية قاعدة تعيش الأحداث اللي قاعدة تعيشها العائلة الكويتية الحالية، من وين جت الفكرة هذه؟ أول شيء شكراً على الكلام الجميل، لأن أنا أحبه وأنا متطرف إعلامياً تجاه الأعمال اللي أحبها. من حسن حظنا أن يازلك أن لقى قبول. الفكرة كانت بيني وبين أخوي المخرج البرودوسر فيصل إبراهيم. كنا قاعد ندور فكرة جديدة، فكرة تليق بتلفزيون الكويت، فكرة اجتماعية إيجابية. فبلشنا نتكلم شنو ممكن نسوي شغلة تكون لها قبول، سيتويشن أو موضوع يجمع جميع أطياف المجتمع، الغني الفقير الأصول المختلفة، يختزل مجتمعنا يعني في مكان واحد. فما لقينا مكان أفضل من المباركية. فالمباركية كانت الفرص للكتابة، للأحداث، للكاركترز، للشخصيات تقريبا لا منتهية، مع قربة للناس لقينا ان الفكره حلوه. شهبندر المباركيه قتلني صراحه. شهبندر المباركيه قتلني، والعرش ماله وشلون شايلينه للامانه. كل يوم كنتوا قاعدين تقدموا لنا فكره جميله وحلوه. محمد دشتي، اهلا وسهلا بابا، شلونك؟ انت زين؟ هذه دلفينه. والله ترى اذيتني انت كل دقيقه. محمد دشتي شو ما عندك غير ولا شنو يعني؟ شلون هذه كانت دلفينه؟ هذا منو؟ انا اقول شوف يا ولادي، لا شولف عوي، اقعد عوي وحج عدل. انزين، هذا ثلاث شخصيات ما شاء الله بشخصية واحدة شفناهم. محمد ما شاء الله عليك، الأعمال الكرتونية الكويتية تعتمد عليك اعتماد كلي، خاصة أن أنت أحد القلة القليلة أو أحد شباب القلة اللي قلدون ويسوون كاركترات بأصواتهم. فمحمد دشتي، شلون صارت النقلة هذه وأنت أحد مخرجات خلنا نقول الورش المسرحية الشبابية، أحد مخرجات المسرح، أحد مخرجات الفن، لكن صار عندك خط مغاير تماماً لأبناء جيلك؟ هو بصراحة أنا بلشت في مسرح شباب من يوم عمري 6 سنين، قبلها بمسرح الخليج العربي، بعدين تدرجت لي مسرح الشباب، مسرح مدرسي، بعدين اتجهت حق المسلسلات، بس يعني ما أعرف أن أنا يعني شخصية ما ألاقي نفسي فيها أخذها عشان بس المهم أمثل، لا ما أعرف، لازم تستفزني هالشخصية، لازم تكون راكبة علي، أحس إن أنا راح أبدع فيها، إذا ما في زيادة حقها فما أخذها. فصار الموضوع إن كلموني جماعة، محمد تعال نبي نسوي معك كاستينج. كلمني المخرج صلاح عبد الله، قال لي محمد أنا عندي كاستينج حق باباي 3D أنيميشن مع نواف المؤمن وفيصل إبراهيم، وتعال. فدشيت، قالوا لي شنو، اقرأ النص وشوف أقرب شخصية يعني قريبة منك. قلت لهم أوكي، قريت. طبعا ربعي قاعدين يمي، كل اسماء يعني اغلب اسماء الوسط الفني حاليا اللي بعمري واصغر مني بشوي واكبر مني بشوي كانوا موجودين. حلو. فانا قلت انا يعني بلش بش بسوي قدام هذيل، يعني مهما كان هذا عنده وزنه، يعني عنده جمهوره. بس انت كانت لك تجربه حلوه بقتاده وابو نبيل والمسلسلات الكرتونيه هذه. صحيح، ما انا قاعد اتكلم عن بقتاده وابو نبيل الحين، بعدني اول سنه ابلش 2007 بعدني. حلو. الحين كاستنج الموضوع. فدشيت، نواف كان موجود، فيصل، عبد الله، قالوا لي قول. قلت لهم شو اقول؟ يقول اختار واحدة. قلت لي يبا انا ما اختار. قلت الله بالخير، شوف الله بالنور. قلت لي يبا انا اسوي كل الشخصيات وانت اختار. شوف شنو؟ صدمة كانت نواف صح؟ طبعا. قلت له ايوه، ما شاء الله، لا اله الا الله، عين على باردة. قلت له انا يعني اي ماجنت، يعني انا شفت الشخصيات وقاعد اتخيلهم، فخلني انا اسويهم وانت اختار، عاد انا ما ادري. كان يقول لي قول. دشيت قلت يا بيتي بلكا، كان اسمع ضحك ارتفع ايقاعي شوي، هذه اي هذه مشعل شوي. دشيت انا اقول مشعل يمه شاي، طالعوني كان اشوف ضحك، ارتفع ايقاعي اكثر شوي، كان اقول يما شو السالفه، شوي راح ارتفع الايقاع. اخر واحد اللي خلصه الضربه، واي اي شيء ترديتوني، كان طالع الربع ولا مقتولين. قلت لا بس طلعت، كان يقول لي محمد انت ما تطلع من المكتب، اقعد ابيك. قلت له صار، ايش سويت انا؟ سويت شيء غلط؟ ما ادري، عرفت؟ فقعدت شوي، كان يقول لي انا ما ادري شنو اعطيك من شخصيات، انت حيرتني. قلت له يبا لا تعطيني، خلني اختار انا.
حلو اللي انت تسمح لي اني اختارهم وتاليها عاد انت كيفك. كان يقول لي روح. قلت له ام مشعل ومش على نبيل. حلو. كان يقول لي اوكي وابيك بعد شخصيات جانبيه. قلت له تمام. فعلى هذا ترتب ان احنا 10 سنين مع بعض انا واخوي نواف وفيصل ما شاء الله وعسى ربي لا يفرقكم للامانه يا رب. فيني حق العمل هذا بصراحه يعني انا اشهد لهم يعني بنجاحي بسبتهم لان اول ما يرفع التليفون حمود ترى انت ويانا حمود ترى انت ويانا فاقول لهم ترى السالفه ما ادري بعدين بيقول لك تعال. فاروح الاقي نفسي ها ما ادري ايش رايك فيصل وهم مع نواف يشجعوني ان هذه الشخصيه ترى راكبه عليك هذه ما تقدر مو حلوه لا انت راح تبدع هني. وهذا اللي صار بالضبط. دلفينة انا ما كنت ابيها. دلفينة شريه بس دلفينة سحبت المشاهد وخلته يستمتع للامانه من خلال شرها. دلفينة يا عمي قاعد تمثل بصدق هذه تقول شو تقول تقول كلنا صار فقر انا مسكينه يبي يسوي جنجل معاني دلفينة انا زرع ماما حسها يا ميمه ماما حسها بوس ماما حسها بوس ماما حسها هي البوس وعندنا اثنين من البيج بوسز اللي كانوا موجودين في دكان بو نواف. راح نكمل معاكم حوارنا لكن خلنا ننتقل ونشوف دلفينة ونشوف الجماعة شنو سووا في دكان بو نواف وشنو الخلطة خلونا نقول الجميلة اللي عطونا إياها في دكان بو نواف ونرجع نتواصل معاكم مرة ثانية بيا حلو يا معتنا. سلام أي كنز انت ايش قاعد تقول ترى والله ماني فاهم شيء اللي بالجنطة هذه يا بو نواف اللي بالجنطة اي وش فيها الجنطة أي كنز ها أنا أعلمك أي كنز هذا الكنز واللي هذا ش رجع للسوق مرة ثانية وين كان أصلاً صدق حسب تعزل من هذا إيه السلام من غيره بعد عيال إحنا إيش قاعدين هني أنا ما أقعد مكان في هذا الحرام النصاب يا حرامي يا حرامي لا 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 أبو هاني طول بالك إيش فيك أنت كائن عند بو نواف لا تحرج الريال يا ابن حلال بس الله يستر لا يكون عنده نصبة جديدة وقاعد يقص على بو نواف بعد شوف منو يا بو الذهب لا حول ولا قوة إلا بالله السلام بو الذهب عند بو نواف لا قصهم بو الذهب بس هلا السلام شلونك الحمد لله على السلامة بشر شلون أفريقيا استريح بو الذهب اقعد حياك يلا بس هذا تورد من افريقيا عسى ما فيك مرض ولا شيء اللهم يكافي لا لا الحمد لله بس وياي هالكنز هذا هالصخره هذه صخره هذا وانت بالذهب شيخ التجار ما تعرف صخره من العاج عاج الفيل اي العاج منو بو نواف الله يهديك من عنده عاج غيره طالع عطني اياها يا بو نواف هذا وانت راعي مسابيح ما تعرف الفرق بين عاج الفيل وقرن وحيد القرن الابيض وحيد القرن الابيض هذا ما انقرض إيه كنت بقول وحيد القرن الأبيض لا ما انقرض بقى منه كم حبة يبا انت والاثنين بما انكم من كبار تجار السوق سمعوا هالقصة هذه الحين بو نواف صار من ورجعنا نتواصل معكم بعد هذه المشاهد واللقطات الجميلة من دكان بو نواف رجوعا إلى أخوي نواف المؤمن اختيارك للممثلين واختيارك للناس اللي شاركت في هذا العمل طبعا بجانب المخرج فيصل ابراهيم بجانب الكاست الفني الجميل اللي انتم كلكم تعملون تحت مظلته من وين يا وشلون يا والله الموضوع كان يعني اخوي فيصل صديق الثانوية على فكره ودرسنا مع بعض واشتغلنا مع بعض فتقريبا انا وياه يعني على نفس الويف لينك يعني دائما على نفس الخط كتبنا النصوص الشخصيات وضحك فكل شخصية قامت تبين يعني فبو نواف الشخصية الرئيسية تقريبا في ناس بروحهم شي ركبوا يعني فيصل اقترح أسامي أنا اقترحت أسامي في ناس فرضوا نفسهم already وابتز الفرصة هذه عايد على إخواني وحبايبي وأساتذتي جمال الردهان الأستاذة منى شداد الأستاذة العونان بشار الجزاف محمد محمد دشتي كان قاعد قدامنا والحين بعد في جروب ثاني جاي وبسومة أحمد الجناعي وسموح إذا نسيت أحد من الموجودين طلعت شخصيات جرب في أصوات يعني ما تعبنا فيها كلش
مجرد ما قروا هذا الشخصية استمتعتوا وعطيتوهم خلنا نقول أدوارهم وعطيتوهم الشخصيات الجميلة الرائعة اللي استاهلونها. محمد دشتي، أحد يأذيك خلنا نقول من خلال تقديمك لهذا النوع من الفن أو نوع، يعني أنت متفرد في هذا النوع من أنواع الفن، أكيد هناك في حروب وأكيد في أشياء سلبية ممكن تحصل، إحنا نبي نبتعد عن السلبية لكن نبي نشوف يا أخي ما شاء الله طفرة هذا الزمان، أنا أسميه طفرة هذا الزمان حبيبي. شلون يتعامل مع هذه الأمور؟ والله يا أخوي يعني شوف أنا اللي عارفه واللي متأكد منه واللي تربيت عليه إن لكل مجتهد نصيب، كثر ما تجتهد كثر ما ربي يعطيك، ودائما لما تحط الأمل بالله تخليه ربك قوي راح توصل حق اللي تبي، ما حد يهمك ولا شغل بحد. بس استغربت بابتعاد بعض الناس عني، صار السلام تغير، ما أدري يعني لأني أقول لهم يعني بقولها بغنية قولها. تكلمنا بحسن نية ما ندري عن نواياه، الله خطا ظنينا كل الناس يحبوني ويحبونه، حسبنا الناس تهوانا مثل ما حنا نهواهم، هذا المهم أثارهم من الغيرة يحسدوني ويحسدونك يحسدونك. الله عليك الله عليك يا أبو جاسم، ويسلم الصوت حبيبي وصح لسانك على هذه الكلمات الجميلة وعلى هذا المنطوق الرائع والحلو. للأمانة الواحد يستمتع لما يشوف حوالينا بيئة فنية بيئة إعلامية صحية إنزين تثبت على أيادي الإبداع. هني بنتقل حق أخوي نواف، لما نقول ثبت على أيادي الإبداع، الإبداع إيش كثر مهم بشغلكم نواف؟ هو الأساس، من غير إبداع من غير كرياتيفيتي من غير خيال ما في فن. ومن أجمل الشغلات اللي صارت إن يعني كنا جدا محظوظين بالناس اللي اشتغلت معنا كفريق عمل، ما شاء الله عليهم كلهم مبدعين شطار كرياتيف لأبعد درجة، فريق الكتابة يعني من فريق الإخراج لفريق الإنتاج الكتابة، بين الكتاب الجميلين اللي اشتغلنا معاهم وكانوا جدا رائعين كلهم إبداع، فيصل البلوشي، عندك فهد الرحماني، مساعد خالد، يحيى علي، كوكبة شبابية رائعة للأمانة جدا جدا، وكلهم طالعين من هالمجتمع هذا يبون يقولون شغلة حلوة، يبون يسوون شغلة تونس تكون خفيفة، يبي يقولون حدوتة حلوة. وأتمنى أن كنا خفاف يعني بالشهر اللي كنتوا ولازلتوا وراح تكونون بإذن الله خفاف دائما على قلوبنا. الاستمرارية إيش كثر مهمة نواف ومحمد، وباخذها من محمد في البداية، الاستمرارية لهذا النوع من الأعمال إيش كثر مهمة عند محمد دشتي؟ إن شاء الله يكتب دكان بنواف واحد، إن شاء الله يكون في اثنين وثلاثة وأربعة وصولا للمليون إن شاء الله. ما في إيش كثر الاستمرارية مهمة؟ الاستمرارية مهمة بهذا النوع من الأعمال لأن تخليك تبدع زيادة. يعني أنا من 10 سيزونات معاهم في بغتادة أبو نبيل، كل سيزن قاعد يطلع معاي صوت جديد كل سيزن. طبعا هن يعني ان شاء الله الحمد لله النجاح اللي وصلنا له كلنا ترى لا هو بفضل محمد دشتي بروحه ولا بفضل محترم حقه اخوي نواف المؤمن بروحه ولا فيصل، لا لا لا، لان احنا اساسا جهدنا جماعي، واذا نجحت بالشخصيات فنجاحي بسبه ربعي لانهم ناجحين فهم نجحوا العمل. واهم من هذا كله لازم تعيش بيئه صحيه فنيه صح، توخر عن السلبيات خلاص، يعني احنا كبرنا الحين نفض حيل نفض حيل اي شيء سلبي طلع من حياتك، سواء اعلامي سواء ممثل سواء ايا كان، عساس توصل حق اللي تبي، لان ما تبي انت شيء يشوش عليك وتلتفت له فش يصير فيك كونفيوزد خلاص، يصير عندك ديستراكشن وتصير كونفيوزد. خصوصا بشغلنا احنا الحين بدكان بنواف في اصوات انا مو موجوده انا ما اعرفها اصلا، بس لما اشتغلت وياهم بنيف قاعد يمي نواف يقول لا حمود في عندك والله بعد زين خلها كذي. طبعا هو شنو نواف يوصل لي اياها بطريقه التخيل، يقول لي محمد تخيلها كذي بلتعة صوتها شوي ثقيل مو حلوه عصبيه ماسكه البيت، عرفت؟ فهو قاعد يوصل لي شخصيه ركب وتطلع الثيمه وياك، عرفت؟ أيوه. فهذا يعني الاستمراريه تفيدني بان انا اقعد ابتكر زياده وزياده. نفس خلينا نقول الرياضه، اذا اهتميت بجسمك وتلعب وتلعب جسمك راح يضل فتنس وحركات ولا معضل، لكن هد نفس الشيء راح يترهل وما راح تمشي. خلنا نقول على المسيره بطريقه جميله. عفوا على الموضوع هذا، من الناس اللي جدا فاجئونا ولقينا فيهم طاقات وايد حلوه،
اختي اماني البلوشي، انا قبل شوي نسيت اسمها. لها تحيه مذيعتنا الجميله اخيتنا وجارتنا العزيزه اماني البلوشي. كانت تجربه جميله جداً. فاجاتنا جدا بالكم الانرجي اللي عندها، طلعت شخصيات وايد حلوه، ادت اداء جدا جميل. صارت نوف. خليك طموح يبا، خليك قيادي. ايوه طلعت نوف. شلون يتكم نوف؟ يعني للامانه لها اعطر تحيه اختنا المذيعه اماني البلوشي، لكن شنو اللينك اللي يعني انت وجروب عمل من 10 سنوات، شنو اللينك اللي دخل اماني معاكم؟ الامانه ابدعت في عملها، لكن انصدمنا انها يعني طلعت كممثله ككاركتر لكارتون، فشون اماني صار التعاون بينكم وكذي؟ والله اماني ما اشتغلت معاها من قبل، ولا فيصل الابراهيم مخرجنا والبرودوسر اشتغل معاها، بس حطينا احنا الشخصيات، حطينا التاريخ، حطينا خلفياتها، فنبي صوت. تبي ماك تشيكن؟ تبي ماك تشيكن. بس فيها حتى اذا بغيناها تشد وتصير ايجابيه، ما نبيها تكون وايد دلوعه، تكون شخصيه قويه، فلازم احد يكون خليط بين الاثنين، يقدر يؤدي بين الاثنين. فتكلمنا منه اللي ممكن يكون مناسب، فطلع مع فيصل ابراهيم مخرجنا، كان يقول لي ايش رايك باماني؟ قلت له كلمها ليش لا؟ يعني كلم اماني وطلعت بدور نوف. وطلعت بدور نوف وكان ادت اداء جدا جميل وفاجاتنا الصراحه. الامانه شيء جميل جدا، وكل الشكر للامانه على القهوه الجميله اللي مستضيفينا فيها، عشان قبل لا نطلع الفاصل ما نبي نهضم حق اي شخص، وكل الشكر لمجمع المهلب على استضافتهم الكريمه لحلقاتنا الاربع من برنامج يا حلو يمعتنا. خلينا نطلع فاصل كذي زين، تكون على قولتهم هجمه عكسيه ونرجع نتواصل معاكم ونشوف احد الوجوه اللي كانت معانا ايضا في دكان بنواف. خليكم معنا. أغناك الله يا أبو منيرة، ما كليت هالكثر من 30 سنة. هني وعافية يا أبو نواف، حقكم أكثر. أكرمك الله أبو منيرة. المدام عندها استعداد تشتغل في مطعم إذا وفرت لها احتياجات البزنس. أقول انطم. اترك عنك المشروع الصدي عندي أنا، إن ما طلعت منك فلوس قصدي طلعت لك فلوس، انت طاوعني بس. مبروك مبروك يا ابو منيره، وتشوف منيره ان شاء الله دكتوره. الماجستير وطلعت عيوننا. يلا يا منواف ثروه، ما حلت السوالف الا على الباب. تسلمين لي حبيبتي على هالحط الزين. كل السرع يا وخيتي. يلا يبا خدرنا. عقب هالاداء الطيب العموم يودع الملاعب تقريبا. بس انت اكلت لقمتين بس يا ابو منيره. اي والله يا ابو ابصر، احب انام خفيف هاليومين. ايه الكبرشين ايش دعوه الاخي العباليه تحت 19؟ اقلوصك يا ابو مساعد. فما الله ابو منيره. فما الله فما الله. والله 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 انتوا قص كل هذا وقت على انا تباغم على بيتكم، وانا يقول ليش انا ما يمتين شيطان. على خير حبيبي. تلقين الخير. درابين البطريق، تعالي 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 تعالي.
ابليسك يا ابو منيره، حسبي الله على ابليسك. مبروك مبروك السيد الرافد ونواف رئيس اتحاد الدنيا والكون وكل شيء معا. اشكركم، اشكر ثقتكم الغاليه. انت غير امينه، احترم نفسك. انا انت بواقه. شنو هذا؟ اخذتها البواقه. لا لا انا ما بكت والله. لا ورجعنا نتواصل معكم مرة ثانية ببرنامج يا حلو يمعتنا، ويمعتنا ما حلت إلا بشمعة الجلاس. أبي أعطي، خلونا نقول مختصر بسيط كذي لذيذ زين، مثل الوجبة الخفيفة عن بسمة سلطان. هي أحد موظفين القطاع النفطي. واحد، إذن هي كفاءة كويتية زين. اثنين، هي إيفنت أورجنايزر من النوع الراقي جدا، وعندها نخبة دائما ما تجمعهم على الطيب والامور الطيبه. طلعت كمذيعه وشابه كويتيه قدعه تخرع بتقديمها، وصولا الى ان اخوها وزميلها وصديقها هاشم اسد يشوفها بدكان ابو نواف. هذه كانت سابقه بسمه. هذه اول مره. حياك الله، عيدك مبارك. ايامك سعيده، ملاعيدين وفايزين ان شاء الله. شو خليك ارتبكتي كنا بالسوق؟ فاجأتني بالمقدمة. مقدمة حلوة، أقل من قدرك للأمانة. وأنت شمعتنا اليوم ونورتنا. اللي نعرفه قدمتي واشتغلتي فريلانسنج بأمور للإيفنت ما إيفنت هذا، وأنت من المبدعين واللي لك اسمك وصيتك ما شاء الله بالكويت. لكن بسمة السلطان تبدع في مجال التمثيل الكرتوني سابقا، شلون صارت؟ أوكي، أول شيء أنا أصلا أحب الكرتون. حلو. واحد من أحلام حياتي من أيام بقتادة وبنادين كان حلم حياتي إن أسوي كرتون، لأن صار في كرتون كويتي. حلو. فكان بالنسبة لي إنه الله، يعني في شيء كويتي صار وناسة يعني، بس ما توقعت إن حتى بقرب. بس ذاك اليوم نواف المؤمن دق علي. طبعا لازم اقول لك ان انا وقتها شفت نفسي عليه واعطيته شروط وما ادري شنو، بس انا كنت قاعده اطامر من الوناسه. انا ابي ابي اسوي العمل هذا، حدي بموت من الوناسه اللي يعني يس. اخيرا تحقق حلمي. لا صدق، انا علاقتي بالكرتون يعني من وانا صغيره وايد احب الكرتون، كملت لما كبرت. والدي الله يرحمه نفس الشيء، ما يطوف ولا فيلم ينزل كرتون كلنا نشوفه. ف ترى صدق كنت مستانسه. بس كنت ابكشخ. شلون قيسين تجربه؟ محمد والجروب الطيب في اكثر من مقياس. شوف، تجربه كفريق عمل كل شيء كان مرتب، مع العلم انه كان المفروض ان كل ناس لهم ايام مخصصه انهم يسجلون فيها، بس ما شاء الله من كثر ما الفريق كان ينم. اول يوم انا رحت، ما كان يومي، رحت بتعرف على الموجودين، كان الزق كل يوم اروح حتى لو ما عندي تسجيل. رحتي وخذيتي ودشيتي بالثيمة وبالبوت؟ اي بس لا، شنو كنت اروح؟ ما اروح لو جاي اكل وقهوه وشاي وضبطكم. عشت دور الام وايد. صدق السلع كله عند بسمة ما شاء الله. فالكلام هذا واللي هي قالته يبي يخليني يعني الكلام هذا يبي يخليني انا اسال نواف المؤمن سؤال. بسمة السلطان تميزها اللكنه والحكايات الكويتيه الناطعه الحلوه. هل هذا الشيء كان احد اسباب اختيارها انها تكون ام نواف؟ اه طبعا. اول شيء الصوت وايد مناسب، ادائها، روحها اللي كنا نتمنى انها. ترى صوت مناسب، لان مع ان ام نواف عمرها 45 سنه، ما 46، ترى اكبر منك. بس ما توها صغيره، ما لكم شغل، لكن الحكايات الحكايات هي اللي حركتها، خلتها تمثل الدور. لا عادي. فهذا كان سبب الاختيار ولا شنو؟ لا، هي ما شاء الله عليها وايد تالنتد، وايد هذا اللي قبل شوي تكلمنا عنه، الكرياتيفيتي، الابداع، مبدعه، صوت مناسب، اللهجه الكويتيه عندها ما يحتاج. جد والله، يعني انا اسف على المقاطعه، بس ترى شيء وايد حلو، يعني طمقه، يعني دشت معانا، خذت بصمه، خذت مكان. تدري البصمه الاحلى اللي تركتها شنو؟ يوم البوكسينج باك حاطه بالاحلام، حاطه عليها صوره ماما حصه وقاعد طقها، وانا قاعد وماسك السمبوسه بيدي واقول اي زين تسوون فيها، شوي اندمج اقول زين تسوون فيها يوم نواف، شوي اي زين تسوون فيها بسوم ماما حصه يعني. لا بالصدق ودي اسوي شيء بنص صجيين. طلعوها بالكرتون. حلو. زين محمد، لو نتكلم عن تجربه الكرتون الحلوه هذه، من 10 سنوات بلشت انت،
مثلت كاركترات، التقيت بناس جدد، التقيت مع نواف خيتي بسمة السلطان، التقيت مع نواف المؤمن، على شخصيات مختلفة. لو يقولوا لك محمد دشتي شنو اللي راح تقدمه القادم؟ يقول لك الأصوات خلصت، أبي ردك عليه. القادم يخرع إن شاء الله بإذن الله. صدق؟ والله العظيم يعني إن شاء الله قريب. أحب يا ديرتي الكفاءة. يعني عندي قريب إن شاء الله عمل على مستوى الشرق الأوسط، مو 30 حلقة إن شاء الله بإذن الرحمن، يعني أكثر من 30 حلقة بتقنية وجودة هوليوود. الله. اللي هو ديزني لاند. يعني الله. أفلام هوليوود اللي قاعد ينتجونها ديزني لاند بجودتهم إن شاء الله. الله، وهذا شيء حلو للأمانة، الواحد يخوض غماره خاصة إذا كان عنده حلم. دائما نقولها يا جماعة، وأنا واحد من ربعكم دائما نقول ازرع حلمك بصدرك، ولا يعني لا تترك أي مخلوق يكسر لك أو يثني لك جناح. وشوف الدنيا بعينك ولا تشوفها بعين أحد ثاني. وعندنا فاصل راح نشوف هذا الفيديو الجميل معاكم عند كامبو نواف، وراح نرجع نكمل حوارنا مع بسمة النواف محمد دشتي ما شاء الله وايد، ونواف المؤمن البروديوسر ما شاء الله لا اله الا الله. طبعا قبل اطلع الفاصل عشان لا تقولون انا دائما احب احصن عيالنا على الهوى، نقول اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فاصل ونتواصل وياكم باحلى يمعتنا. ايش قاعد تقول؟ ترى والله ماني فاهم شيء. اللي بالجنطه هذه يا ابو نواف، اللي بالجنطه. اي وش فيها الجنطه؟ اي كنز؟ ها انا علمك اي كنز. هذا الكنز. واللي هذا ايش رجع للسوق مره ثانيه؟ وين كان اصلا؟ صدق حسب تعزل. من هذا؟ السلام من غيره بعد. عيال احنا ايش قاعدين هني؟ انا ما اقعد مكان في هذا الحرامي النصاب. يا حرامي يا حرامي. لا 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 يا ابو هاني طول بالك، ايش فيك انت؟ قاعد عند ابو نواف، لا تحرج الريال يا ابن الحلال، بس الله يستر لا يكون عنده نصبه جديده وقاعد يقص على ابو نواف. بعد شوف منو يا ابو الذهب، لا حول ولا قوه الا بالله. السلام ابو الذهب عند ابو نواف، ناقصهم ابو لهب بس. هلا السلام، شلونك؟ الحمد لله على السلامة. بشر شلون افريقيا؟ استريح ابو الذهب، اقعد حياك. يلا بس هذا تورط من افريقيا، عسى ما فيك مرض ولا شيء، اللهم يكافي. لا لا الحمد لله، بس وياي هالكنز هذا. هالصخرة هذه؟ صخرة؟ هذا وانت ابو الذهب شيخ التجار، ما تعرف صخرة من العاج؟ عاج الفيل؟ اي العاج منو ابو نواف الله يهديك؟ من عنده عاج غيره؟ طالع اعطني اياها يا ابو نواف. هذا وانت راعي مسابيح، ما تعرف الفرق بين عاج الفيل وقرن وحيد القرن الابيض؟ وحيد القرن؟ تحت الهواء كنا قاعدين نسولف عن الترتيب والتنظيم، ويقول لكم بسمة السلطان مينن الاوتيلات، لان كل ما يونها الهاوس كيبنج تكتشف انه ماكو ما, 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 ما في شيء يحتاج ترتيب. او سي دي، احب ارتب كلنا نحب الترتيب. الترتيب والنظام والامور اللي لازم نعطيها معيار الوقت الصحيح، ايش كثر مهمه بسمة بحياة الاعلامي والفنان والموظف. والموظف الموظف تحكم له بصمة طبعا. الله نقدر كلنا اللي نترك بصمة. اي كلنا. والله شوف، انا اشتغلت كذا شيء، فعلا التوقيت وايد مهم، انك انت يعني حتى ساعات لما تصير اخطاء يمديك انك انت تدارك الغلط لما تكون عند معطي الوقت، معطي الشغل حقه بالوقت. دكان ابو نواف الشيء الوحيد اللي صار العكس، اذا كان عندنا تسجيل ساعه فجاه ولا احنا قاعدين 4-5 ساعات ونروح ونرد، كان عفسه بس كنا مستانسين. بس كنتم مستمتعين بالاجواء مو عفسه لانه ما في ترتيب شغل، لا على اللمة اليمعة اللي تصير يا حلو يمعتنا. صج صج الجمعة حلوة، وعسى ربي لا يفرق هذه الجمعة الطيبة، خاصة للي يعني للي هذه بدلية بس طوفوها للي قاعد تقدمه من إبداع جميل جدا. محمد أبوي يا بعد راسي، وصولا إلى الأحلام والطموح اللي ما تنتهي عند أي فنان او عند اي مذيع، في عتب ما عنه اكيد، خذ راحتك عاتب امن عليك. زين حبيناك مع عبد الناصر درويش، حبيناك في الاعمال الرمضانيه الدراميه، حبيناك في المسرح، الحين قمنا نشوفك بس كرتون، مع ان احنا نحب الكرتون، وقليت شوي ظهورك
الدرامي والمسرحي، شنو السبب؟ السبب يا طويل العمر احنا الحين بوقت يعني صار المنتج قاعد يعني ما اقول لك شلليه كثر ما هنا يقعد ناس حوله مرتاح بشغله اياهم، فما يبي يخاطر يجيب احد جديد. ثاني شيء انا توني خالص من عمل اسمه بين الجناين مع الفنانه الرائعه زهره عرفات، وايد كان حلو، وحسين المهدي الفنان حسين المهدي والفنان يعقوب عبد الله والفنان علي كاكولي. الحمد لله الحمد لله الشخصيه اللي انا كنت ابي يعني اوصله حق الناس ان كرهوا الشخصيه، الناس قامت بالسوق كل مكان اروح كل ما يشوفوني يقولون بلوا العنه ليش، وهذا السهل الممتنع ترى بالضبط. ليش كنت ارتاح استانس اضحك، واحدة مرات قالت قالت ليش تضحك، قلت لها لاني وصلتش ان الشخصيه شريره، بس تقول كنت وايد شرير، قلت لها لدرجه ان انا حتى يعني انا اهتميت بتفاصيل التفاصيل، اهتميت بشعري ما كنت اسوي شوار لا جل واثبت التسريحه ان لازم يكون تكون تسريحه حاده، اللبس يكون شوي مش في هذا لابس كذي ليش مصدق عمره وايد، عرفت؟ ان شاء الله ان شاء الله. طبعا انا عن نفسي وطموحي ان اقدم شخصيات مختلفه، قلت لك الشخصيه اللي تستفزني لما اقرا النص اقول راح ابدع فيها، راح اسويها راح اطبقها. يعني الشخصيه اللي انا سويتها سويت دور الناعم في عبد الناصر درويش مع اخوي حسن بن عبد اللام، عبد الناصر درويش في عذر الله منك يبيس فص كلاس، فص كلاس، ودشيت بعدها في اشوفكم على خير مع اخوي المنتج مشعل الذاير دور اللي هو اللي فيه توحد، بس ما انظلم لانه ما نعرض في رمضان، بس الدور كان خطير جدا للامانه. وهذا اقول يعني تركت بصمه كثر ما كان الدور اللي يشوفه ويكون متبحر بالفن يقول شلون درس ابعاد الشخصيه اللي قدم على اساسها دور الانسان اللي فيه توحد. لله الحمد طبعا انا خريج المعهد العالي للفنون المسرحيه تمثيل واخراج، عنده شهادتين على فكره. دامك فاضي ليش ما تدرس؟ والله دامك فاضي ليش ما تدرس؟ بالعكس حتى شهادتي الثانيه ترى فادتني بالشغل، والله العظيم فادتني بالشغل. فاقول لك انا خريج المعهد العالي للفنون المسرحيه درست شلون ادرس الشخصيه، شلون اطبق على الشخصيه، والحمد لله قبلها انا قلت لك انا ولد المسرح، مسرح الخليج العربي، فتأسست على إيد الفنان المرحوم محمد الصريع رحمة الله، يعني مدرسة فنية يعني هرم فني كبير، ما أدري شلون يعني أرد له حقه اللي أنا بكل لقاء أقول اسمه لأن الريال هذا غايب الله يرحمه وغمد روح علينا، بس يعني أثر تاركه فيني صح، فعلمني شلون، قال لي لا 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 ترضى بالقليل، لا ترضى بالعادي، لا ترضى ارضى، يقول لي ارضى بحلقة واحدة بس أثر فيها، خلي يكون دور اترك بصمه، بالضبط اترك بصمه. فلله الحمد ماشي على الدرب هذا، وان شاء الله الحين بعد رمضان وبعد العيد وبعد الفتره القصيره في مفاجاه مشكنا حلوه، هم دور شوي يعني كوكو غريب، لا بس لوكو باي لغه تبونها ان شاء الله غريب يا رب، وقاعد ازهر له من الحين ان شاء الله باذن الله. كل التوفيق محمد حبيبي. نواف، اي انسان عنده بذره ابداع بداخله لازم يكون في شخص بحياته أشعل البذرة هذه وخزها عشان يقول له يلا أطلع روح. You're so creative. من أعطاك الكرياتيفيتي هذه؟ وايد ناس، وايد ناس. شخص ما تنسى فضلك. هذه يمكن بتكون شوي غريبة بس من ناحية الفنية فيصل إبراهيم مخرجنا. يعني كنا تعرفنا على بعض بالثانوية وكان هو من القلة اللي أقدر أسولف معاهم بالفن، فكنا عادي داقين على بعض أيام التليفونات، شايف تليفون قاعد أسولف خمس ساعات ست ساعات بس الفيلم الفلاني نحلله نتكلم فيه الرواية الفلانية القصة الفلانية، فأظن هذا كان من أفضل الشغلات اللي صارت حياتي فنيا. ويكون عندك صديق تتكلم معه بهالطريقة هذه، يكون عندك صديق تدق على التحلطم من ضغوطات الحياة وضغوطات الدنيا، نفس أختي بسمة السلطان. بسمة، دورك قبل لا أتكلم عن دورك أبي أتكلم عن بسمة المذيعة. يا أخي إحنا مشتاقين، وهني يكمن التطرف الإعلامي ولو إنه إيجابي لكن أنا أسميه تطرف إعلامي عندي أنا. يا أخي مستمتعين إحنا لما نشوف فتيات كويتيات يطلعون بنطاعة وحشيات عتيجة ويمثلون المجتمع هذا أصح تمثيل. وينك عن الإعلام؟ صار لك فترة قاطعة عنه وهذا عتب من لك. أنا صار لي فترة، أول شيء أنا أساساً كنت أقدم إذاعة قبل لا أقدم تلفزيون، وصارت يعني العرض مال التلفزيون وقدمت. بعد تجربتي بالمكانين
أنا صديق المايك أكثر من الكاميرا صراحة. اكتشفت إن أنا أحب الميكروفون عشان كذي كنت مستانسة وألحت على استديو وأحط سماعة وأتكلم كذي. فأحبه أكثر. بس إن شاء الله في شيء جديد. في شيء جديد؟ إن شاء الله. نبوبك ترى ناخذك بالإذاعة عندنا. تقريباً صوبكم. اليوم أقبل تحية للأمانة هو الثامن 3.7 إذاعة البرنامج الثاني البرنامج العام. كلهم للأمانة وخاصة القياديين اللي ماسكين الإذاعات هذه قاعدين يدعمون صراحة تطور خيالية. تطور موضوع الإعلام الكويتي بالتلفزيون والإذاعة بطريقة ما شاء الله يعني حلوة وسريعة ومرتبة وكفاءات يعني خلال سنتين كل شيء تغير يعني هل رمضان الكل لاحظ التغيير اللي صار بالتلفزيون الكويت ما شاء الله كانت دفعة قوية والإذاعة نفس الشيء إنه صار في إذاعة شباب و يعني كم إذاعة إحنا الحين 5 ولا 6 إحنا عندنا تقريبا وصلنا الحين مع إذاعة الأجدي اللي كانت بث تجريبي تقريبا 9 إذاعات ما شاء الله 9 إذاعة. أنا حاطة الأبليكيشن مال البث المباشر يعني ما أعيش بدونه بس إنه صدق تطور يعني يعني يفتح النفس نفس الواحد إنه يقدم شيء إن شاء الله متى نزاملك برنامج إذاعي هذا أوفر على الهواء يلا بس نفس الحكايات العتيقة ما عرفت تحكي الا كذي اي نبي شاغبني قلبي زين وله داد فلان شيء عشان نطلع بمخزوننا وموروثنا الثقافي عاد وايد يقولوا لي حكي حكي عايز بس اشون في ناس عجبهم الطاعه الكويتيه والبصمه الكويتيه هي اجمل شيء ممكن الواحد خلونا نقول يتركه اتصور معنا فاصل الحين راح اوكي انا اسف 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 عادي اكمل اوكي انا حسبالي قلت لي فاصل اسف يلا يلا وصولا الى البروتوكولات الاعلاميه اللي احنا متعودين عليها في شيء من احنا وعينا بالاعلام نسمعه يقولونه الاوقات الحلوه بسرعه تخلص صح؟ صح انا ما احب اقولها بس الاوقات الحلوه والايامات الحلوه صدق بسرعه تخلص ابى اخذهم تواترا اخواني حبايب قلبي ابتداء من نواف المؤمن انا ما عندي اسال السؤال هذا كلمتك الاخيره نو ميديا فاست موشن اعلام حديث الحكاية اللي قلبك يشاغبك عليها وتبي تقولها يا نواف الكاميرا لك قولها والله احب اشكر القائمين على تلفزيون دولة الكويت الدعم اللي خذيناه المعنوي السبورت هذا كان جدا جميل جدا رائع اتمنى ان هالموضوع هذا يستمر يفتح المجال للطاقات المحلية ويكمل هالسبورت هذا يكمل هالدعم وراح تشوفون شغلات وايد حلوة كلامك بخير وانت بصحة وسلامة ومن هالأعلى أخوي نواف المؤمن ولك أعطر تحية على الأشياء الجميلة اللي قاعد تقدمها للنسيج الاجتماعي الإعلامي الكويتي وصولا إلى المشاهدين الزلم ايش تبي تقول بنهاية اللقاء حبيبي بعد راسي طبعا نواف كفى وفى وشكر قائمين على وزارة الإعلام ما قصروا ويانا بس أنا شكري مختلف هالمرة يعني أنا بكل مرة أشكر القائمين على الأعمال وما يقصرون وطبعا هم ما قصروا هو كفى وفى بس أنا الحين أبي أشكر أبوي تاج راسي على تربيتك حقي ليومك هذا أنا محتاجك كنت ما قاعد قصر وياي على والدتي الغالية اللي بكل خطوة أخطيها هي قاعد تساندني على زملائي الإعلاميين اللي هو أقرب واحد منهم حقي أخوي هاشم أسد على زملائي اللي خارج الإعلام أخوي يوسف إبراهيم جمعة تاج على راسي أحبكم كلكم وأحب جمهوري وإن شاء الله أقدر أقدم أكثر وأكثر اللهم آمين وعسى ربي نولك كل تبي ويسخر لك عبادة الصالحين أخيتي وزميلتي والإنسان اللي أفتخر بمعرفتها بسمة شل قلبك حكايات عتيجة الحين هاشم وبسمة تجابلة الحكايات اللي قلبك شاغبك عليها وتبين توصلينها من خلال برد بالنسكلة محمد يعني ما أزيد على كلام أخوي نواف نشكر تلفزيون الكويت على الدعم اللي قدمه ما كان بس دعم يعني في كل مناسبة ندخلها نشوف الستاند مال دكان أبو نواف والشخصيات موجودة في كل إيفنت يسوونه وزارة الإعلام يعني حسسونا بقيمة عمل نسوي لك نسوي نواف ودلفينة نسوي لك وطاحوا علي الوزارة نسوي لك نسوي لك لا تحاتي يعني ما قصروا صراحة حتى بالغبقة استانست دخلنا الستاند يعني ما قصروا شيء ثاني أبي أشكر أخوي نواف وأخوي فيصل إبراهيم إن اختاروني حق هالعمل يعني حققتوا لي حلم حياتي الحمد لله يعني حلم يعني المكالمة كانت خيالية يعني ما أدري صدق ولا كذب بس
الحمد لله صارت وسجلنا ضكينا بالوقت وكان في ضغط بس كنا واقف ما ينام طول رمضان ونايم بالعيد بينام ان شاء الله بس انه كان العمل حلو ما في مجال مسكين مو قادر حتى ياكل فبس مشكورين حتى على هاللقاء الحلو ما قصرتوا يعني هذا ثاني لقاء نطلع بتلفزيون الكويت ما قصرتوا هذه بدايه انطلاقه جديده وجميله للدماء الشابه الكويتيه واخوها وعد مني القادم اجمل باذن الله بسمه السلطان محمد دشتي نواف المؤمن شكرا على يمعتكم ولمتكم الحلوه يعطيكم العافيه يعطيكم العافيه وقواكم الله بشذي نكون وصلنا الى ختام حلقتنا من يا حلو جمعتنا لهذا اليوم بقولها بالانجليزي سيم تايم سيم بليس بس متى بكره باذن الله من نفس المكان وراح تشوفون ضيوف جميلين جدا بيا حلو يمعتنا ختامي المغاير وانا انسان اعشق اللي اعمل معاهم اليوم ابي اقول شكرا محمد دشتي شكرا محمد دشتي شكرا محمد دشتي على الكلام الطيب انا ذكرت ثلاثه محمد دشتي محمد دشتي واحد ومحمد دشتي اثنين اللي بالكنترول على دعمه وكلامه وحكاياته الطيبه اللي قاعد يعطيني اياها بالايربيس ثالث شغله شكرا محمد دشتي لان اسم ينم عن ابداع جمع مخرجنا اليوم وجمع فنان جميل جدا شكرا نواف المؤمن شكرا بسمة السلطان شكرا لكل الجنود المجهولين وراء الكاميرات وصلنا معاكم الى ختام حلقتنا من يحلو جمعكم ويحلوكم مشاهدينا تابعونا باكر نفس الموعد باذن الله في امان الله